الأغنية المغربية صوت التسامح وعنوان سهرة الفنية اللي أقيمت مسرح الوطني محمد الخامس بالرباط. السهرة شفنا فيها اثنين من سفراء الأغنية الشعبية المغربية الحاجة الحمداوية وريموند البيضاوية. على المشاركة ديالك الحاجة الحمداوية لثالث مرة المنصة. الحاجة الحمداوية ألا لا بلا الحاجة ما تكونش ريموند، ما كانش تكون ريموند. هي أول الحب ديالي العيطار المغربية والتراث ديالنا. سيت ان ميت يونوغا بلو دو حاجة، الله يخليها لنا وتو والله في عمرها. كاينة صغيرة وهنا وعاوتاني واحد مرة في الدار البيضاء شحال هادي من عام سنين. ريموند صاحبتي قديمة هي تغني أغنية مسكينة سهرة فنية خيرية خصصت أرباح لصالح الأطفال مرضى السرطان. أقيمت أيضا حضور الفنان المغربي مراد البوريقي. الحاجة الحمداوية وريموند الخشبة، شنو ممكن تقولي لنا على التجربة؟ سعيد جدا وفخور بهذه التجربة لأنه هادو أقطاب من جوج هرمين من أهرام الأغنية الشعبية المغربية، وأنا فخور جدا أنها تختارت وسط فنانين أن يكون واحد من ضمن هاد من المحتفى يعني من الناس اللي غيحيوا هذا الحفل، فأنا فرحان بزاف وأكيد كنتمنى إن شاء الله دوام الصحة والسلامة للحاجة الحمداوية ولا لريموند البيضاوية، وإن شاء الله نتمنوا نكونوا على قد المسؤولية وقد تطلعات الجميع. حفل حضره مجموعة من الفنانين المغاربة والشخصيات السياسية أيضا، وتم اختتامه بأغنية من أداء الفنانتين الشعبيتين ريموند والحاجة الحمداوية.